ألمانيا تحتاج إيران، ولكن تنتهج الحكومة الألمانية سياسة خارجية ترتبط بشكل كبير بالعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. هذا النهج شهد تغيراً كبيراً خلال الاحتجاجات التي تتصدرها المرأة الإيرانية مؤخراً. فالحكومة الألمانية تطالب الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على النظام الإيراني بسبب الإفراط باستخدام العنف ضد المحتجين. فما هي العلاقات الاقتصادية التي تجازف بها ألمانيا مع إيران؟ بحسب غرفة التجارة الألمانية الإيرانية، فقد نمت الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال فترة العقوبات الأمريكية. وتضيف بأن ألمانيا كدولة صناعية كبرى تسعى للاستثمار في دولة مثل إيران، فهي دولة تعتمد على صادرات الطاقة ولكن بقابلية كبيرة للنمو في القطاعات الأخرى. فإيران التي تسعى لتجديد الكثير من معداتها الصناعية بحسب إيران تايمز تعتبر ألمانيا من أهم شركائها التجاريين، وهو ما يفسر السعي الألماني السابق لرفع العقوبات عن إيران. فبعد رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية الإسلامية، نمت التجارة بين البلدين بنسبة تفوق 20% عام 2016، لتصل قيمة الصادرات الألمانية ذلك العام إلى 3 مليارات دولار تقريباً، وهو رقم اعتبره اتحاد الصناعات الألمانية بالضئيل، لأنه وضع تقديرات لصادرات برلين إلى طهران بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة. فهل تضحي ألمانيا بمليارات إيران من أجل ملفات حقوق الإنسان في الداخل الإيراني؟